كيف نكون قدوة مع عادل بارباع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، يا أهلا فيكم ومرحبا في حلقة نجدد من خلالها اللقاء بكم في برنامجكم كيف نكون قدوة. القدوة بالتأكيد لها من الملامح ولها من السمات، ومن هذه السمات سمة القارئ، وللقارئ أيضا ملامحه وشخصيته، والقراءة بلا شك وسيلة أساسية لتثقيف المرء وتوعيته بما يدور، وتنقل الفرد من مستنقع الجهل والظلام إلى النور والعلم، والوصول به إلى درجات النضج الفكري. لذلك حتى نصل إلى هذه الملامح وإلى هذه الشخصية لابد أن ندرك أبعادها وماهيتها. الشخصية القدوة شخصية قارئة، مهم جدا أن نعلم ذلك، وحتى نعرف هذه الكاريزما الموجودة في الشخصية القارئة لابد أن نعرف صفاتها ونعرف كيف ممكن أن يكون القارئ قدوة، والخطوات اللي تجعلنا بإذن الله تعالى أصحاب قراءة مؤثرة وأن نكون قراء فاعلين. نرحب في هذه الحلقة بالأستاذ حسن بن محمد شعيب، وهو تربوي مهتم بمجال القراءة والكتب. سعداء بوجودك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. سلمك الله أستاذ حسن. وطبعا أستاذ حسن ما شاء الله تبارك الله أخيرا أخرجناه من يعني ردهات كتبه، وما شاء الله تبارك الله المجموعة اللي يحب أن يكون بينها، وإلى أن وصلنا إلى استوديو الإذاعة لنتكلم عن الكاريزما، عن الشخصية. أعتقد أنه الحديث عن الشخصية القارئة حديث مهم جدا، وخاصة أنه جديد من نوعه. نعم، لا شك. أي نعم، طبعا الكاريزما هي الشخصية الجذابة. نعم. كاريزما القراءة تحديدا، حينما نقول كاريزما نعم. القراءة، فنحن نقصد القراءة الجاذبة المقنعة أي. التي تجعل منك ملهما للآخرين ومؤثرا فيه. هي تلك الإضافة والمكون الساحر في شخصيتك الذي يجعلك مثير للإعجاب، وهي يمكن أن تتحقق، ولكن لابد أن تحدد موقعك من الكتاب الآن، وتؤمن بأن القراءة هي مفتاح المعرفة الأول، ولن نكشف ذلك إلا في نهاية الحلقة، لأننا سوف نتكلم عن صفات الشخصية القارئة، ومن خلالها سنستبين هذه الكاريزما. جميل. إذن بل إحنا متشوقين معك أستاذ حسن إنه نسبر أغوار هذه الشخصية، وكل شخص يعني قد يقول أنا فعلا أحتاج إني تكون عندي هذه الكاريزما. كاريزما الإنسان الواثق، كاريزما الإنسان المعرفي المليء بالعطاء، بالإيجابية، بالإشراقة، وهذه لعلها موجودة في الشخصية القارئة. لماذا موجودة لديه هذه الكاريزما؟ طبعا الشخصية القارئة إذا تحققت فيها مجموعة من الصفات، نعم، هذه الصفات طبعا قد تكون الشخصية القارئة أب، قد تكون أم، قد تكون معلم، قد تكون أي إنسان مؤثر في هذا المجتمع، ليس هناك حدود لهذه الشخصية أو لتوصيف، نعم، لكن هذه الشخصية لها صفات، هذه الصفات هي التي يمكن من خلالها أن نحقق هذه الكاريزما. يعني لو بدأنا في صفات هذه الشخصية، نعم، سنجد الشخصية القارئة هو إنسان أول صفاته أو من صفاته يعني يتحدث عن كتب في كل مكان. دائما يستحضر أسماء الكتب والمكتبات في كل مناسبة. رأسه مكتبة من العناوين وأسماء المؤلفين. دائما يعطي تقييم للكتب من واقع قراءاته، من واقع مشاهداته، انتشارها. وهو ناصح أمين يعني ومستشار جيد في مجال اختيار الكتب. وبالمناسبة أنا قدمت ندوة حول فن اختيار الكتاب في المكتبة العامة بجدة قبل سنتين، كان عنوانها أدلاء الكتب، يعني الذين يدلونك على الكتاب. يا سلام. وتطرقت لهم من عدة مجالات ومن عدة نواحي. لو أخذنا أمثلة لشخصيات قارئة مؤثرة،
أنا استحضرني الشيخ محمد العوضي الداعية الكويتي. الشيخ محمد العوضي كان له برنامج يمكن جميع حضروا بيني وبينك قناة الرأي، هذا من عام 2006 1426 تقريبا. الشيخ محمد العوضي من الشخصيات القارئة الذي دائما يحمل الكتب معه في كل مكان أو في كل حلقة، وهو صاحب فضل وشخصية مؤثرة على جيل، أنا أعتبر جيلي يعني تأثر بي كثير جدا. يعني دائما كان لا تخلو حلقة إلا هو مجموعة من الكتب على الطاولة، ودائما يستعرض الكتاب ويستعرض المؤلف ويذكر الشواهد داخل الكتب. هذه بحد ذاتها تربط المستمع ليس بالفكرة فقط والمعنى، تربطه بالكتاب، تربطه بالمؤلف. أنا اشتريت مجموعة من الكتب كثيرة من الكتب التي عرضها الشيخ محمد العوضي، وكان رجل متنوع، كان متجدد، لم يكن يعني داخل عباءة الوعظ الديني فقط، كان في وعظي أبحاث فلسفية وفكرية كثيرة جدا. بذلك هناك حسابات مواقع للتواصل لبعض المثقفين تتكلم عن الكتب، هذه ممكن يعني تكون فيها دلالة كبيرة. أنت كشخص يعني تقرأ، يعني ليس هناك أي مانع أنك تنشر صورة الكتاب اللي قرأته، تنشر معلومات عن الكتاب، تقتبس، تنشر هذا، هذا يجعل منك شخصية قارئة مؤثرة. نعم، هناك من اعترض على موضوع من ينشر بعض أو يتكلم عن الكتاب، هذا الغلاف وهذا الكتاب وأنا أتكلم، يقول كأنه يعني يستعرض مثل من يذهب إلى مطعم يستعرض طبق. هو لا، لابد أن نكون معتدلين، يعني إحنا ضد قضية الاحتقان، ضد من يستعرض بالكتاب. الذي يستعرض بالكتاب والذي قرأ الكتاب كلاهما اشترك في فعل القراءة، وكلاهما نشر الكتاب وساهم في نشره. البقاء دائما للقارئ الحقيقي، القارئ الوهمي الذي يتباهى بالكتاب هذا يزول بسرعة. لكن إيش، ما الذي يبقى؟ يبقى الكتاب، الكتاب هو الذي بقي. لذلك في هناك فيلسوف اسمه برتراند راسل يقول هناك شيئان يحفزان على القراءة، متعتها والتفاخر بها. الله يا سيدي، تفاخر بالكتاب، استعرض بالكتاب. إيش المانع؟ خذ راحتك، ما في أي مانع. الله يسلمك. حنطلع فاصل عشان تأخذ راحتك شوية أستاذ حسن، ونعود إليكم مستمعين الكرام، ابقوا معنا. كيف نكون قدوة مع عادل باربع؟ عودة إليكم مستمعينا الكرام، وما زال الحديث عن الشخصية القارئة، هذه الكاريزما اللي إحنا نحتاجها حقيقة ومهمة، وهي تمثل فعلا الشخصية الإيجابية، الشخصية الملأة وليست الشخصية المهزوزة. الشخصية القارئة لها أبعاد كثيرة، راح نسبر أغوارها ونعرفها أكثر وأكثر عندما نتحدث مع ضيفنا الأستاذ حسن بن محمد شعيب، وهو التربوي المهتم بمجال القراءة والكتب. وكنت ذكرت أستاذ حسن أنه صفات الشخصية القارئة أنه مستمتع وأنه دائما على التصاق بالكتاب، وما يمنع ذلك أنه الواحد دائما حتى لو أراد أن يتحدث فيه بالمجالس وكذا، وهذه من الأمور الممدوحة له. مزيد من التفاصيل عن ذلك. نعم. أيضاً من صفات الشخصية القارئة أنه دائماً يتابع الكتب الجديدة وما يصدر حديثاً منها من طبعات محدثة، لأن القارئ الحقيقي لا يتجمد في زمن واحد وفكر واحد. نعم. دائماً في حالة تجدد. نعم. مولع دائماً ويبحث. دائماً يبحث مرة عن الجديد. نعم. أيضاً الشخصية القارئة دائماً يحمل الكتاب معه في كل مكان، يعني دائما في المحطة، في صالات الانتظار، دائما تجد الكتاب رفيقه، دائما يقرأ. وهذه صورة موجودة في المجتمعات الغربية وبدأت ملاحظ فعلا. نعم. يعني في الخارج بشكل كبير. نعم. تلاقي جالس مثلا في مقهى مع كتابه، حتى لو كان جالس أمام شاطئ البحر تلاقي معه كتاب. صحيح. يعني جميل، حتى أفضل من أن واحد يمسك معه جواله بس قاعد يلفف بيه. لا شك، يعني هذا شيء وهذا شيء، وهذا شيء. نعم. نعم، يعني في مقولة لإليوس، هذا حاكم مصر روماني قبل الميلاد. نعم. كان يقول الكتاب معلم صامت، يعني قد ترى كتاب في يد إنسان، وهذا الإنسان أنت ما سمعت ماذا يقرأ ولا شاهد، لكن مجرد وجود الكتاب حيحفزك ويثير فضول لديك إنك
ليش ما أمسك الكتاب؟ طب العنوان هذا ليش هذا؟ اختار العنوان ده. فهذا معلم يعني أنا من الأشياء اللي أدين بها الفضل وهو صاحب فضل رحمة الله عليه والدي أنه لم يأمرنا لا أنا ولا إخوتي في حياتنا قال أمسك كتاب وقرأ. كان صاحب مكتبة، كان لدي مكتبة في بيتي وكان يقرأ دائما في فترة المساء. فكنا دائما نشاهد والدي يمسك الكتاب ويقرأ. هذه المشاهدة، مجرد المشاهدة كانت تحفزنا وتثيرنا، لأنه الكتاب هذا قيمة بحد ذاته، يعني وضعت رابط بينك وبين القراءة. حتى في مرة سألت أنا يعني والدي، قلت له هذا بعد سنوات حينما كبرت، قلت له يعني أنا حبيت الكتب وأنت ما قد قلت لي اقرأ. قال لي جملة عبارة جميلة، قال لي السلحفاة تربي أبنائها بالنظر، مجرد ما يفقصوا من البيض حيشوفوها متجهة إلى الشاطئ ويتجهوا وراها. هذه يسموها التربية بالنظر. يعني البيت اللي فيه مكتبة ليس مثل البيت الذي لا يوجد فيه مكتبة. نعم لا شك. ولو ذكرنا أمثلة حمل الكتب، يعني يحضرني مثال اللاعب المصري محمد صلاح، تكلمنا عليه احنا قبل الهواء. محمد صلاح التقط له صورة وهو ممسك كتاب فن اللامبالاة لمارك وانسون، فهذه الصورة بحد ذاتها جعلت الكتاب يحقق أعلى المبيعات في المتاجر الإلكترونية. تخيل، بل إنه نفذ في بعض فروع مكتبة جرير. ليه؟ لأنه محمد صلاح صاحب كاريزما، أيوه. شخصية جذابة، هذه الكاريزما اجتمعت مع الكتاب في صورة، هذه الصورة انتشرت أمام الجمهور. في النهاية قد محمد صلاح قرأ صفحة واحدة من الكتاب، وهذا نرد على المتعصبين يعني. نعم. قد قرأ صفحة، لكن مين الآن اللي اشتروا الكتب هذا؟ صحيح. هل حيقرأوا صفحة واحدة؟ نعم. قد يقرأ نعم، قد يقرأ الكتاب كامل. نعم. فهذه الصورة كان لها هذا الأثر الكبير، الأثر الإيجابي. قد يربط انه والله نعم. محمد صلاح مر بظرف معين واخذ الكتاب عن لا مبالاه فيربط مع الموضوع يعني صحيح نعم. كذلك في مسابقه تحدي القراءه، نعم. تحدي القراءه في انطلاقها الاول في الامارات، عملوا كده زي السكتش، جابوا بعض المشاهير مع الكتب علاقتهم بالكتاب. نعم. اتذكر اللاعب الهلال سامي الجابر، نعم. كان من ضمن اللي استضافهم، وكان تحدث عن علاقته بالكتاب من خلال كتاب حياة في الإدارة للمرحوم الشيخ الدكتور غازي القصيري. نعم. الكتاب حقق مبيعات كبيرة بعد، يعني تخيل جمهور الهلال يعني. نعم. أو جمهور المحب للاعب. نعم. حقق مبيعات كبيرة وما زال يحقق هذا الكتاب. ليه؟ نعم. لأن هناك شخصية مؤثرة، شخصية صاحبة كاريزما أمسكت أو ارتبطت بهذا الكتاب. نعم. فالقراءة أو حمل الكتب في كل مكان، لو ما كانت المنفعة لذات القارئ فهي منفعة للمحيط أو المجتمع المحيط. نعم. لذلك ممكن هذا يجعلنا ننتقل لصفة أخرى من صفات الشخصية القارئة، بأنه دائما يزور المكتبات ويحضر معارض الكتب. نعم. وهو يعتبر من كبار المروجين يعني للكتب. والمكتبة دائما يتحدث عن الكتب في المعرض ويصور، وهذه كلها مظاهر إيجابية لا يمكن يعني أن نجعلها يعني باب المباهاة، لأنه يتكلم عن شيء يعتبر بالنسبة له عشق، الرسالة إيجابية. نعم وصلت. نعم. النهاية إيجابية، مثل أي شخص يعني يحب شيء، يحب أن يتصور في المكان اللي يذهب إليه. لا شك. نعم. كذلك الشخصية القارئة يهدي أصدقائه الكتب، ذلك أنا حضرت معي كتابين لك يعني. الله، شو هذه من فوائد الواحد. نعم. لا شك. فهو دائما يحب أن يهدي الكتب، وتعتبر بالنسبة له أعظم الهدايا، سواء كان مهدي أو مهدى إليه. الله. الشخصية القارئة يفرح بالكتاب، يعني ممكن تعطي له 1000 ريال لا توازي فرحته بكتاب. نعم. طبعا إذا زاد المبلغ ممكن يعني أنا أكون هناك في تفاوض. نعم. أيضا من صفات الشخصية القارئة أنه ناقل ممتاز لعدوى القراءة في محيطه. وهنا أذكر زميل لي في ماذيك الوقت، يعني يكفي لي زميل أستاذ الله يذكره بالخير، أستاذ بكر برنام، معلم لغة إنجليزية. لاحظ، شوف، معلم لغة إنجليزية، يعني نعم. لغة غير اللغة العربية، غير اللغة اللي تعلمها أنت. نعم. نعم. أنت معلم لغة عربية. نعم. ما شاء الله عليك. هذا نعم. الأستاذ
ناقل ممتاز لحدوى القراءة في محيطه، في فصله، بين طلابه تحديدا. كيف يعني؟ دائما يحضر معه كتب، كتب باللغة العربية طبعا، أها. حتى باللغة الإنجليزية أحيانا يحضر لهم روايات. نعم. يجيب معه كتب كذا يحطه نعم. معه نعم، فقط يضع الكتاب على الطاولة. يا سلام. وفي نهاية الحصة يقول لهم هل قرأت هذا الكتاب؟ يقول لا. فقد يثير فضول طالب واحد فيأخذ الكتاب يستعيره عيره. نعم. يقرأ ويرده. الطالب هذا الاستعار الكتاب حيتكلم عن الكتاب لزملائه، أصلا زملائه في الفصل حيغاروا منه يعني. الشاهد هنا في كتاب اسمه قوة الكلمة الأستاذ محمد القحطاني، اللي هو يعني أفضل خطيب على مستوى العالم في مسابقة التوست ماستر اللي معروف. نعم. أكيد. قوة الكلمة هذه عبارة عن سيرة ذاتية لمحمد القحطاني، سيرته لأنه كان رجل يعاني من التأتأة منذ كان طفل، فكانت سيرة مؤثرة. هذا الكتاب أهديته أنا الأستاذ بكر برناوي. الكتاب تم تداوله بين الطلاب أكثر من 30 مرة. هذا يستعير وهذا يستعير وهذا يستعير وهذا يستعير وهذا يشتري. فالشخصية القارئة دائما تنقل عدوى القراءة. ليه؟ لأنه لا يكتفي بالقراءة لذاته فقط، لكن ينشر القراءة، يعني لا يكتفي بنفسه، يقرأ نفسه. نعم. وهذا الفرق بين القارئ الحقيقي والقارئ الوهمي. القارئ الوهمي نعم. يستعرض بالكتب لكن لا يستفيد لأنه لا يقرأ أصلا، وإذا قرأ قرأ شيء بسيط. لكن القارئ الحقيقي هو الذي يقرأ وينشر ما قرأ ويفيد غيره، ويحب أن الجميع يشاركوا ما قرأ. نعم. هذه من أهم الصفات في القارئ. رائع جدا. إذن أنا أقول إذا كان لم تتوفر فيك شخصية القارئة، الشخصية القارئة، فجميل أن توجد من حولك من هو شخصية قارئة حتى هذه العدوى تنقل إليك شيئا فشيئا. لا شك لا شك. هناك خاصة يعني أنت الآن جيت أنا والآن تعدينا بالكتب اللي تقريبا. إن شاء الله إن شاء الله الإذاعة كلها تقرأ. الله يسعدك. هناك شخصية اسمها دونال، معلمة قراءة اسمها دونالين ميلر، معلمة قراءة أمريكية، ألفت كتاب اسمه الهامسون بالكتب. هذه المعلمة نقلت تجربتها في القراءة مع الطلاب. كانت لديها استراتيجية تجعل طلابها يقرؤون في العام الدراسي 40 كتاب. 40 كتاب هم يختاروها، مو 40 كتاب منهج المدرسة، وسجلتها في هذا الكتاب. عجبني فصل تكلمت فيه عنوانته كيف توقع طفلك في فخ الكتب. يا ليت كل جميل. الآباء والأمهات يقرأوا هذا الفصل وهذا الكتاب تحديدا، لأنها طرحت فيه استراتيجيات كثيرة في أن تجعل طفلك يقرأ. جميل. ترى الشخصية القارئة كقدوة أكبر مستهدف لها، ويعني أكثر إيجابية الأطفال، لأنه لا نستطيع يعني إذا طفل كان قدوة إنسان قارئ حيكون هو قدوة بلا جدال. صحيح. لأن تنشئ في الوقت اللي هناك ما تلهيه عن الكتب طبعًا. أشياء كثيرة. طبعا إحنا ما نقول إن الطفل أسحب من يده الجوال وأعطيه له كتاب. لا صحيح. خطأ. نعم. لابد من التدريج. لأنه القراءة القدوة الشخص لا يقتدي بإنسان في شيء لا يستمتع فيه. هو وجد متعة الطفل في هذا الجهاز. صحيح. لابد أن تخلق له متعة في هذا الكتاب حتى يبدأ هنا المقارنة ويبدأ التنافس، أنه هذا الكتاب فعلا يستحق أن أقرأه. نعم. وأنت ذكرت متعة يعني. نعم. ما هي قضية أني أنا مغصوب عليه. نعم. نعم. ولا ما رح أستفيد. نعم. لكن لو أنا مستمتع بالتأكيد. نعم. رح أتشربه وحأخذ الثاني والثالث وإلى ذلك. أكيد. نعم. هناك نقطة مهمة. نعم. الذين يتكلمون ويقولون أن القارئ في الياباني يقرأ في كل مكان. نعم. والقارئ الغربي يقرأ ويمسك الكتاب، ولماذا شبابنا لا يقرؤون ولا يمسكون الكتاب؟ المسألة ليست إنه أنا إذا تكلمت عن الكتاب قلت الكتاب مفيد للشباب، هل هذا الشاب حيمسك الكتاب ويقرأ؟ لا، المسألة مسألة عادة تنشئة. نعم. هذا الشاب الذي رأيته أنت في المحطة ماسك كتاب في يده يقرأ، هذا ما جاء هو في مرحلة الشباب فجأة مسك كتاب، هذا منذ هو الطفل ينشأ على قيمة الكتاب، على علاقته الإيجابية بالكتاب، إنه الكتاب هذا مصدر معرفة، إنه هذا الكتاب لابد أن يكون جزء مهم في حياتك. نعم. هذه التنشئة إذا حصلت
أنا أقول لك سنجد شبابنا في الأسواق في المحطات يمسكون الكتب ويقرؤون. راجد نكمل معك سيد حسن، لكن عندنا فاصل ثم نعود إليكم مستمعينا، ابقوا معنا. كيف نكون قدوة مع عادل باربع؟ الشخصية القارئة طبعا ما زلنا نتحدث عنها وعن الكاريزما لهذه الشخصية وصفاتها مع الأستاذ حسن بن محمد شعيب، وهو التربوي والمهتم بمجال القراءة والكتب. هذه السمات وهذه الصفات متى الإنسان يبدأ يكون ملامحها؟ هل هي من الطفولة؟ هل هي من الشباب؟ في هل هناك مرحلة معينة يستحسن فيها، أم أنه والله في كل فترات تكون متاحة؟ طبعا تكوين الشخصية في الإنسان هو تكوين تراكمي مرحلي. نعم. تبدأ تكوين الشخصية منذ الطفل، من الطفولة يعني مرحلة. نعم. الطفولة. لذلك الطفل يعني صفحة بيضاء يمكن أن تنقش فيها يعني أفضل السمات وأفضل الملامح. جميل. ممكن توجهها وممكن يعني، لكن الشخصية السمات الشخصية لها جانب وراثي ولها جانب مكتسب. يعني ليست التنشئة فقط هي المؤثرة، ممكن تتكون شخصيتك من خلال المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية، في المرحلة الجامعية، خاصة إذا وجدت قدوة، وهذا اللي يربطنا بقضية كيف نكون قدوة. يا سلام. أحيانا الإنسان يعيش مرحلة كبيرة من عمره ولا يوجد أي قدوة، أو يعني لا يوجد في ذهنه إنسان يستحق أن يكون قدوة. يعني هذه مشكلة. هذه مشكلة طبعاً. إيه نعم. يعني مثلاً غياب القدوة في حياة مؤثر الجيل جداً. مؤثر جداً. نعم. يعني أنا يعني من خلال الأسرة. نعم. أنا كنت أرى والدي قدوة وما زلت، يعني كان يعني هو المثال الأعلى. كنت في المجالس أسمع يتكلم، هو كان مثقف قارئ أو غير، إنه لم يكن إلا المرحلة المتوسطة يعني. نعم. في ذاك الزمن يعني، لكن كان قارئ. كنت أرى أنه يسلب الجلاس والمستمعين بحديثي. ومن قال لسيد حسن أنه لا، العلم والثقافة مرتبط بالمرحلة التعليمية، ليس لها علاقة. شك. نعم. أكيد. فكنت نعم. أنا يعني كنت أنا أفكر في هذا الأب. نعم. يعني ما الذي يجعله هكذا جذاب؟ مثير في نقاشاته. نعم. فكنت ذلك ربط بين الكتاب وبين القراءة. نعم. ذلك وجود القدوة هذا مهم جدا. نعم. كذلك في المرحلة الثانوية هناك معلمين قدوات، يعني غياب المعلم القدوة هذا أيضا خطير جدا. في الجامعة هناك أساتذة، في المجتمع إذن الشخصية. نعم. القارئة شخصية قيادية تنجذب إليها الأسماع والأذهان. نعم. والعقول لترى ما لديها، لأنه دائما يذكر ما هو جديد، ما هو مفيد. نعم. فلذلك دائما يكون حاضر وبقوة، وعندما يتحدث الحديث عنده مليء. نعم. لا، ليس كمن يتكلم بأي أمر دون أن يكون هناك طبعاً قواعد معه. لأنه من صفات الشخص القارئ أنه يقرأ كثيرا. نعم. هذه القراءات المتعددة حينما تتراكم تجعل الشخص لديه ثقافة. هذه الثقافة تظهر في كلامه، في تعامله، في سلوكه، في كتاباته إذا كان يكتب. وعلى فكرة ترى من يقرأ سوف يكتب يوما ما. نعم. لأن القراءة تستطيع أن تكون لديك ملكة الكتابة مع الوقت. يعني ما أقول خلاص اقرأ كتاب ثم ابدأ بالكتاب، لأنه لا. لدي رصيد، لدي مخزون. طبعاً. نعم. طبعاً طبعاً. خلينا نختم بس الصفات الشخصية القارئة. تفضل. وهو صفة جميلة جدا، يعني أنا يمكن أضيفة، يعني أنه يحترم الكتاب جرما ومضمونا. نعم. الشخصية القارئة لديه أخلاقيات، يعني طقوس في التعامل مع الكتب، وهي أخلاقيات يعني إسلامية موجودة في التاريخ والتراث الإسلامي. تجده مثلا حينما يمسك الكتاب برفق، لا يفتحه بزاوية مفرجة، لا يطوي صفحاته، يحمله برفق، يطيبه، يقبل الكتاب، يحمله بيمناه، لا يضع فواصل المناديل بين صفحاته، لأن المناديل هذا مكان شيء تمسح به القذارات. وعلى فكرة هذه الصفات وهذه الأخلاقيات، والله يا أستاذ عادل والجمهور المسلم، إني شاهدتها في والدي وفي كثير من الأشخاص وفي أساتذتي وفي المشايخ الذين يعني قرأت عليهم. كأنه يتعامل مع شيء عزيز عليه. نعم. والتعامل مع شيء عزيز، والتعامل مع الجمادات. نعم. بذوق، ترى سلوك نبوي. صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام تعامل مع، كان يحب جبل أحد.
يعني. وكان يذكر الحجر الذي في مكة كان يسلم عليه قبل البعثة، وتعامل مع الجذع، يعني يكفي أن احتضن هذا الجذع حينما أن بين يديه. هذا التعامل مع الجمادات. والكتاب يعني ليس جماد عادي، الكتاب جماد راقي يعني يستحق منا كل تقدير بلا شك. وهناك يعني اقتباس لابن جماعة، هذا من العلماء في أظن القرن السادس أو السابع، يقول: إذا نسخت من الكتاب أو طالعته فلا تضعه على الأرض مفروشا منشورا، بل اجعله بين كتابين لكي لا يسرع تقطيع حبكه. فعلا يعني شوف التعامل الراقي. الله. وفي آثار عن سيدنا عمر الخطاب أنه كان يقبل الكتاب، وسيدنا عمر كان يضعه على رأسي، يعني شواهد كثيرة. هذه ذوقيات يعني إحنا مطالبين بها. صحيح صحيح. نعم، هذا شيء راقي. نعم. في التعامل مع الكتاب. أيضا آخر صفة في الشخصية القارئة أنه يقتبس كثيرا من الكتب ويستثمر الأحداث والمواقف في ذكر شواهدها من الكتب. ولا أريد أن أطيل هنا، لكن هناك كاتب مغربي اسمه محمد آية حنة، هذا له كتاب اسمه مكتباتهم. اسمه إيش؟ مكتباتهم. مكتباتهم. طبعة. نعم. دار توبغال المغربية. نعم. تكلم عن مجموعة من المكتبات في التاريخ، وتكلم عنها من خلال علاقته بالكتب وعلاقته بالمؤلفات. محمد آية حنة له حساب في تويتر. تعرف محمد آية حنة شخصية قارئة. إيش سوى محمد آية حنة؟ أنا ما شفت يعني شخصية قارئة عملت اللي عمله محمد آية حنة. هذا استثمر مناسبة كأس العالم. كيف؟ في الربط بالكتاب. عمل سلسلة تغريدات سماها أفضل ما قرأت من أدبه، وسمعت من موسيقاه، وشاهدت من سينماه، لكل منتخب يخرج من المونديال. الله. يعني شوف استثمر الخروج والهزيمة إلى انتصار القراءة والكتاب. يا سلام. يعني أنا عجبني جدا يعني. يا سلام. فكان يا سلام. آخر تغريدة له في هذه السلسلة كتاب اسمه رواية لفتاة في حالة حرب، للروائية الكرواتية سارة نوفيتش، بعد خروج كرواتيا. نعم. طبعا مباراة النهائية. أيضا خروج الدول المنتخبات العربية. نعم. طبعا هو بيتكلم عن القراءة للكتاب الذي قرأه. ما يتكلم عن الكتاب في المجمل. نعم. أي منتخب خرج أكيد في كتاب له أو له نتاج ثقافي، له نتاج معين، وهو له صلة بهذا الكتاب. صحيح. فحينما خرجت تونس ذكر كتاب مقدمة ابن خلدون. خلدون. نعم. خلدون تونسي. صحيح. نعم. نعم. وإن كان المغرب العربي ما كانت التفريقات هذه موجودة. صحيح. حينما خرجت المغرب ذكر كتاب تحفة النظار في عجائب الأمصار بن بطوطة، اللي هي الرحلة المشهورة. حينما خرجت السعودية، المملكة العربية السعودية، ذكر ديوان لبيد بن ربيعة، يعني هو. نعم. ما قرأ يمكن من السعودية الديوان هذا. نعم. حينما خرجت مصر ذكر ثلاثية الروائية ثلاثية نجيب محفوظ، لي السكرية وقصر الشوق وبين القصرين. عجيب. جميل انه ربط. يعني حساب جدا رائع. انا كنت انا في غمرة متابعة العالم للمباريات كنت اتابع هذا الحساب. جميل جميل. فهو استثمر فعلا يعني جدا جدا استثمر، وكان له متابعين، وكان في ريتويت عالي على رائع على هذه الصفحة. الشخصية القارئة، ما الذي سيكتسبه أو ما الذي سيكسبه صاحب هذه الشخصية؟ يعني هناك أكيد دوافع جعلته يعني بإذن الله تعالى هناك ثمار سيقتطفها من خلالها. أكيد. لا. نعم. طبعا الشخصية القارئة هي ناقلة للمعرفة. نعم. ونقل المعرفة هذا أكبر استثمار في الأمة. نعم. لأن الأمة تحتاج إلى 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 المعرفة، تحتاج إلى إلى معنى لهذه الحياة. القارئ حينما يقرأ هو يضيف إلى حياتي حياة أخرى، كما قال العقاد. بلا شك. العقاد قال أنا أقرأ ليس لأن لدي حياة. نعم. إيه، لأن لدي حياة واحدة والقراءة تضيف له حيوات. نعم. لذلك لو تابعت نتاج العقاد تجد جزء من نتاجه كان عبارة عن حيوات التي عاشها. نعم. عقاد إنسان يعني مدفون بين الكتب، لكن هذا هذه العزلة ما قطعته عن المجتمع، لأنه هذه العزلة جعلته ينتج العبقريات الإسلامية. نعم. نعم فعلا. عبقرية عمر، عبقرية عثمان، جعلته ينتج سلسلة من الصحابة الصحابيات، جعلته ينتج سلسلة من الشعراء. هذه الحيوات التي عاشها العقاد. نعم. والتي أشار إليها، وهو كان يقول أنا حينما أقرأ
فأنا لا أقرأ مجرد سطور، قال أنا أغوص أبحر في الكتب. لذلك هناك من يتزلج على جليد الصفحات، وهناك من يبحر، وهناك من يعني يسعى في هذه في صحراء الكتب، وهناك من يمر مرور الكرام. نعم. لذلك السؤال هنا الذي يطرح نفسه، كيف يكون القارئ قدوة؟ نعم. طبعا القدوة يعني صفة القدوة يمكن اكتسابها من خلال عدة شروط أو مواصفات. القدوة لابد أن يكون إنسان مؤمن بما يقرأ، لديه ثبات على المبدأ. يعني حينما تقرأ، وحينما يكون لك آراء، يكون لديك قناعة ذاتية بما تقرأ، بما تصدر من معلومات للآخرين، عنده ثقة في نفسه، لا يتعب ذاته بالمقارنة مع غيرها، ينتقي، يختار، يبحث عن التميز، لا يلبس عباءة أحد. نعم. هذا يجعل منه قدوة، وقدوة مؤثرة. نعم. أيضا القدوة لابد يكون لديه روح مبادرة، يعني لا ينتظر حتى يطلب منه لينشر ما قرأ. يقولك لا أنا ما حد كلمني، ما حد طرق بابي. لا، أنت قرأت، بادر، انشر، ترجم، أخرج زكاة ما تقرأ. نعم. كثير هناك قراء، وحتى على المستوى الأكاديمي لا يعلم عنهم أحد، وهم جبال في القراءة. ليه؟ لأنه لم يخرج هذه الزكاة، اكتفى بأنه والله أنا أستاذ أكاديمي، لابد أن أدعى في المحاضرة الفلانية، ولابد أن تقدم لي دعوة، أنا ضيف، أنا حققت. لا، أنت لك مقامك، لكن لابد أن يكون لديك مبادرة. صحيح. نعم. نعم. أيضا الشخصية القدوة القارئة يظهر عواطفه ويشعر من حوله بالحب. شوف القراءة بالحب، هذا كتاب أنا إن شاء الله سيصدر، يعني ما أقول قريبا، لكن نعم. هذا بدأت فيه من فترة طويلة. نعم. القراءة بالحب، الحب هذا يعني شيء تكون علاقة عاطفية مع القراءة جدا. أنا عجبتني أنت أستاذ عادل في اللقاء حينما سألوك عن الإذاعة والصوت الإذاعي. نعم. قلت لهم إن أنا أحب المايك، عقدت صداقة مع المايك. نعم. بيني وبين المايك علاقة حب. علاقة حب. نعم. كذلك الكتاب. نعم. لابد يكون بينك وبين كتاب ألفة. يعني كثير مننا يعني تجيب له كتاب يقول لك أوه لا 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 لا، أي شيء ثاني غير الكتاب. ليه؟ في ترسبات من خلال المجتمع التربوي. نعم. من خلال المدرسة، ترى كثير من المعلمين وأنا منهم يعني، لكن مضطر نكره الطالب في الكتاب لأنه نربطه بالمنهج. أحضر الكتاب، إذا ما أحضر الكتاب يعاقب، إذا ما حل الواجب يعاقب، فأصبحت علاقة زالت الألفة. نعم. بينه وبين الكتاب. نعم. لذلك الكتاب مهم أن يكون يعني شيء محبب للطالب، محبب للإنسان، ما يكون شيء مقزز، يعني أربطه بالكتاب. يعني حتى المناهج الجديدة الآن تجعل الكتاب مجرد دليل، يعني مو هو المنهج الأساسي. نعم. دائما تدفع للقراءة، للبحث. صحيح. لكن ما زال العقلية تجعله هو الذي يتجه، وهو الذي يكون هذه العلاقة. ما زالت العقلية موجودة. يعني حنطلع الفاصل وثم نعود. كيف نكون قدوة مع عادل باربع؟ ما زال موضوعنا الشيق مع ضيفنا أيضا الممتع الأستاذ حسن بن محمد شعيب، التربوي المهتم بمجال القراءة والكتب، عن الشخصية القارئة، هي الشخصية القدوة وكيف ممكن يكون قدوة. أستاذ حسن. نعم. نستمر في موضوع كيف يكون القارئ قدوة. نعم. القارئ القدوة لديه حب للتعلم، تطوير مستمر، تحديث المعلومات، هو مرن متسامح، لا يتجمد ولا يتعصب لفكر ولثقافة ولكاتب وكتاب معين، دائما يبحث عن الجديد والمفيد. نعم. وهذه تجدها حتى في على مستوى القدوات ككل بعيد عن القراءة. أيضا عنده مواصلة وحضور دائم دون انقطاع. يعني القدوة لابد يكون ظاهر للمجتمع، مو يختفي. أيوة. الانقطاع هذا يضعف من أثر القدوة. القدوة لابد يكون ظاهر، حاضر، لديه حضور. صحيح. الانقطاع، الغياب هذا قد يضعف من الأثر، لأنه الإنسان يعني الشاعر يقول وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. نعم. فالإنسان ينسى بسرعة. نعم. فحينما يغيب القدوة يعني صعب، يعني إلا إذا كان أثره كبير جدا، واللي يقولهم البعيد عن البعيد عن العين بعيد عن القلب. صحيح. نعم. أيضا من صفات القارئ القدوة أنه لا يتكلف، لا يتصنع، يتأكد دائما من صحة معلوماته. نعم. ليه؟ لأنه قدوة. تبه، أنا قدوة، إذن أنا إنسان لدي وناس يتأثرون به.
أناسا فيتبعوني سوف، فلا بد أن أتأكد من صحة المعلومة التي أتحدث بها صحيح. أو أكتبها وأنشرها. نعم. وفي نفس الوقت لا بد أن يعترف بالخطأ ويصحح، أنا أخطأت. ترى قدوة مو معناه أنه معصوم. نعم. لا، القدوة هو إنسان لديه يعني قيم عالية، لديه سقف عالي من المصداقية، لكنه في النهاية بشر يخطئ. إذا لابد حينما أخطئ أعترف بالخطأ وأصحح هذا الخطأ. والقدوة أيضا هو إنسان يفكر بعمق قبل الكلام، وهذه من نواتج القراءة. ترى الإنسان القارئ دائما يفهم، القارئ الحقيقي انتبه. نعم. القارئ الحقيقي هو يفهم ويتعمق فيما يقرأ. نعم. حتى العقاد له مقولة قال لأن أقرأ كتاب 3 مرات أفضل من قراءة 3 كتب. ليه؟ لأن كل ما قرأت، كل ما القراءة الثانية هي قراءة مختلفة. صحيح. والقراءة الثالثة هي قراءة مختلفة. في كل مرة. نعم. يكون لك بعد آخر. نعم. البعد آخر، وحيزيد الفهم. نعم. يزيد العمق. نعم نعم. نعم. طيب أيضا، وهذه خاتمة القارئ القدوة، أنه يطبق ما يقرأ ويؤمن به. إيش الفائدة أنا أتكلم عن القراءة وأقرأ عن الحب وأنا لا أمارس الحب؟ إيش الفائدة أنا أقرأ عن فكر معين وأنا ضد هذا الفكر؟ هنا أصبح القارئ متناقض. نعم. نعم. والتناقض في حياة القدوة يسلب هذه القيمة وهذه الصفة. نعم. نأتي الآن إلى خطوات عملية للقراءة المؤثرة والقارئ. هو هذا يعني فعلا. نعم. كيف أنا أوصل إن أكون هذه الشخصية؟ نعم. ونختم. نعم. بذلك. نعم. طيب يعني الآن مستمعين بعد أن عرفوا أن القراءة كاريزما، وللقارئ شخصية تميزه وأثر يجعله قدوة، ألا تحب أيها المستمع وترغب في أن تمارس القراءة المؤثرة وتصبح أو تصبحي قارئة فاعلة؟ هذه بعض الخطوات. جميل. دائما قبل أن تقرأ اسأل نفسك، لماذا أقرأ؟ ما هدفي من القراءة؟ بعد عن الإجابة ضع خطة يومية، أسبوعية، شهرية للقراءة، وابدأ دائما بما تحب من كتب. لا تغصب نفسك على كتاب أبدا. والكتاب اللي قرأت صفحة صفحتين منه ووجدت نفسك غير راغب فيه، مو مشكلة، شوف غيره. أي. القراءة لابد أن ترتبط بالمتعة، إذا خلت القراءة من المتعة ليس لها قيمة وليس لها أثر. الخطوة الثانية، حدد الوقت والمكان المناسب للقراءة، اختار المكان المناسب. وإن كان يعني البعض يرى أنه الإنسان يستطيع أن يقرأ في أي مكان، أنا مع هذا الكلام، لكن ليس كل إنسان، أي مو كل واحد عنده الإمكانية. نعم. نعم. أنا لدي أخ طبيب دكتور أنس، وجه له تحية. أنس كان يقرأ في أكثر مكان مزعج، كان يذاكر يعني. أي ما عنده مشكلة جدا في وسط الإزعاج. أنا عن نفسي لا أستطيع أن أقرأ وأني أذاكر في مكان مفتوح، لابد مغلق. مثلاً. نعم. لا، الآن في وسائل كثيرة يعني. صحيح. اللي هي تعزلك عن اللي يعني، هناك لا سماعات الآن، ممكن تنعزل في أكثر مكان صاحي. ممكن. نعم. أنا مارست هذا الفعل وكان إيجابي يعني. جميل. طيب أنت أيضا تتدرج فيما تقرأ مع تنظيم الوقت وتدوين الملاحظات بانتظام. شايف هذا الدفتر أستاذ عادل؟ طبعا المستمعين ما يشوفوا. أي نعم. هذه النوتة نطلع نوتة من جيبه، نوتة صغيرة. هذه نوتة ومعها حجم الكف. نعم. وقلم رصاص. الله. هذه النوتة كان لها شبيه في جيب والدي رحمة الله عليه. هذه النوتة منذ نهاية المرحلة الثانوية إلى الآن طبعا تتكرر تخلص. نعم. هذه دائما أدون فيها إيش الملاحظات والفكرة حينما تأتيك. حين تأتيك. صحيح. الفكرة الملهمة ترى لا تنتظر. صحيح. تقول لا بعد ساعة أدونها، على طول أكتبها. طبعا الآن الجوال وتدوين الملاحظات الصوتية يعني خدم في هذا. نعم. لكن تظل النوتة لها قيمتها بلا شك لما تكتبها كذا بنفسك. الكتابة لها دور آخر. نعم. طيب أيضا من الخطوات، أنقل ما تقرأه إلى غيرك. لا يعني لا حتى لو كانت معلومة بسيطة جدا. حتى لو نعم. والله يا أستاذ عادل أحيانا تقرأ كتاب ولا تجد فيه إلا سطر واحد. نعم. يعني يعجبك فتنقله إلى الجمهور، هذا الصدق قد يغير حياة إنسان فعلا. قد يغير الله. حياة إنسان فلا. نعم. تستهين بالمعلومة، أهم شيء تكون معلومة إيجابية، انتبه. نعم. يعني بلا شك بلا ناس شك يعني أكيد. ينشروا معجبات سلبية. نعم. طيب النقطة المهمة هنا وتكلمنا عنها قبل اللقاء، كون مكتبة متنوعة في بيتك. البيت الذي يخلو من مكتبة
يخلو من حياة، من حيوات، مو حياة واحدة. يعني الكتب هي أكسجين البيت لا شك، إذا كانت الكتب هذه يعني في المتناول، يعني أي. كانت مؤثرة، يعني هناك تعاطي لها. صحيح. يعني ليس هناك فائدة من مكتبة للزينة. يعني لا أكيد طبعا. أكيد. هنا يحضرني والله شاهد عظيم جدا للدكتور أحمد عيساوي من الجزائر. يقول الدكتور أحمد عيساوي: كان علماء عصرنا يزرعون في أبناء جيلي مبدأ عظيما يربطنا بالكتاب، حيث يوحون لنا تلميحا وتصريحا أن منشأ الرجولة ومبداها لا يكون إلا بتكوين مكتبة خاصة بالفتى. يقول: فصرنا نخصص جزءا من أجورنا لاقتناء الكتب وقراءتها وتكوين المكتبة. هنا أصبحت هنا قيمة مضافة جديدة. الله. يعني تكوين مكتبة هذا جزء من منك كرجل. نعم. أو من قيمة الرجولة. من شخصية. شخصية الرجولة. قيمة الرجولة ترى ليست خاصة بالرجال فقط. الرجولة كقيمة، يعني أن تكون إنسان فاعل ومؤثر ولديك قوامة بمعنى القيادة. نعم. إنسان مؤثر في المجتمع. فالمكتبة، شوف هذه التنشئة في الجزائر، هذا الرجل كيف أنه جعلوا من قيم الرجولة لدى الفتيان لديهم أن يكون لديهم مكتبة خاصة. ترى المكتبة الخاصة ليست يعني دولاب كبير. نعم. ممكن رف. أنا أتذكر في المرحلة المتوسطة كان عندي رف من الكتب، وكان معظمها قصص هزلية، يعني طرزان وسوبرمان وميكي ماوس. وبعد ذلك تدرجنا بس يعني. كانت عبارة عن صفحات تقرأ منها وتمكن. نعم. تستفيد أشياء جميلة منها. شوف أحياء. نعم. الإنسان لا يخلو من القراءة. نعم. ترى حتى اللي ما عنده مكتبة أو ما ترى بيقرأ جريدة، بيقرأ من جوال. أنا ضد ترى الترويج أنه المجتمع العربي أو الإنسان العربي لا يقرأ، وأنه حتى كما ظهر في أو نحن أمة لا تقرأ. أي أمة. نعم. هذا ترويج. نعم. للهدف منه تخدير هذه الأمة. مه. وجعلها يعني ترضى لا بالعكس، نحن أمة تقرأ، لكن مشكلتنا ليست في القراءة. أي. مشكلتنا أستاذ عادل والسادة المستمعين، مشكلتنا في نوعية القراءة. يعني في إحصائية صارت أظن 2007 وجدوا أنه في إقبال كبير على الجماهير في معارض الكتب، في نسبة شراء عالية، لكن هذه النسبة الشرائية متوجهة إلى كتب الطبخ. نعم. بنسبة كبيرة. أي نعم. ولبعض الكتب التي لأصحابها أسماء ومؤثرين. صحيح. نعم. فالمجتمع العربي يقرأ، لكن مشكلته في النوعية. نعم. وأنا أحمل أصحاب الفكر وأصحاب المؤلفات إنهم لابد أن ينشر كتابه، لابد أن يتكلم عن كتابه، ينزل إلى ساحة المواقع، صفحات التواصل الاجتماعي. يعني وحي الدكتور عبد الله الغذامي إنه من الناس اللي كان له تواجد. نعم. يتكلم ويخاطب من الكتاب والمفكرين. نعم. يعني من قمة السعودية. نعم. يتكلم مع الكبير والصغير ويرد في حسابه. إنسان غير متعالي. صحيح. المفكر. يعني نزل إلى ساحة. نعم. هو ليس نزول بقدر ما هو مشاركة. المشارك. نقول يشارك. نعم. النخبة لابد أن تشارك. نعم. لا تترفع عن أن تجعل نفسها في برج عاجي. لا، لابد أن تنزل إلى الناس، لأن هؤلاء الناس أصبح الجميع مشارك. ليس انتهى زمن الثقافة الرأسي، أصبح الثقافة أفقية. الكل يستطيع أن يقول رأيه. نعم. الكل يستطيع أن يكتب. فلا بد أن تخاطب هذا. هذه ملاحظة في معارض الكتب. نعم. الحديثة أو القريبة، عندما وجدنا ما شاء الله مجموعة من الشباب من. نعم. تصدروا إلى منصات والله ظاهرة وبعضهم إيجابية. وبعضهم يقول كيف هؤلاء وكثرة وصار أشبه ما يكون مجرد استعراض. يعني لو لم يكن من تصدر الشباب. نعم. وتأليفهم للكتب إلا ترويج. نعم. الكتاب، شو هنتكلم عن ترويج قيمة إظهار الكتاب. نعم. وانتشاره لكفى. جميل. يبدأ الباقي يرتبط بوعي القارئ، لأنه في الأخير هو الذي يستطيع أن يفرق. في الأخير الهدف الذي سيظهر هو الكتاب. نعم. وحيث. نعم. الناس يصلوا إلى وتنتشر القراءة. نعم. أنا أشكرك أستاذ حسن، حقيقة الحديث شيق، وودنا نسبر الأغوار أكثر وأكثر في الحديث في نقاط متعددة، وأنت كنت تذكر كل كتاب كنا ودنا نتكلم عنه، ولكل مؤلف ولكل صفة
فأنا أشكرك جزيل الشكر على هذا الإثراء في هذه الحلقة. العفو. كان معنا الأستاذ حسن بن محمد شعيب وهو التربوي والمهتم بمجال القراءة والكتب، وهذه الحلقة ستكون مسجلة مستمعين الكرام وموجودة على قناة الإذاعة في اليوتيوب بالإمكان العودة إليها والاستفادة من محاورها والنقاط المهمة التي بها. شكر جزيل مني أنا عادل بن أحمد برباع، ومن الكنترول الزميل أحمد موسى. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.